اليوم فكرتنا هي كانت منبثقة من الحملة الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي تحت شعار نسمعها ونحميها. اليوم فكرتنا هي التعبير شبابنا اللي من سن 13 لسن 20 سنة على العنف بجميع أنواعه، العنف المدرسي، العنف الاجتماعي، العنف الاقتصادي، العنف الخدمي، أي نوع من أنواع العنف. كانوا مبدعين، كانوا حضورنا 21 متدرب. بينا نكتبوا على العنف ضد المرأة، إن المرأة هي أساس المجتمع، إنها تتعرض لعنف يمكن أن يكون نفسي أو معنوي. إحنا اليوم بالكلام اللي كتبته والخطوط اللي خطيتهم حبيت نوضح إن لا للعنف ضد المرأة، يعني إحنا لازم إن نحمي المرأة ما خلهاش تتعرض لعدة العنف، يعني زي العنف الأسري أو الاضطهاد، يعني لازم يكونوا عندنا حملات وجمعيات نحمي بها المرأة. انتي مني اطلع حولها فيها نقصد بها ان الجانب القوي بنوريه ما بيش نوري.